التي تفجرت في هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للعالم. أما الزاوية الأخرى فهي زاوية المملكة العربية السعودية. الحقيقة يمكن الحديث عن 4 نقاط رئيسية. النقطة الأولى متعلقة بما سماه أحد الصحفيين الكبار السعوديين جمال خاشقجي مبدأ سلمان، أنا أسميها استراتيجية الملك سلمان، فيما يتعلق أولا بوضع فريق متناسق لديه رؤية ولديه استراتيجية، لديه أهداف مرحلية ولديه أهداف استراتيجية. وبالتالي الحقيقة منذ أشهر والمملكة العربية السعودية لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بعلاقاتها الإقليمية وفيما يتعلق بعلاقاتها العربية. أما المبدأ الثاني فهو الحقيقة التحرك ضمن المجال العربي. كما تعرف عبد الله بأن المملكة العربية السعودية بالفعل تريد ترتيب البيت الداخلي العربي، وقد عملت على ذلك وأنشأت تحالفا عربيا ربما كان فريدا في ظل هذه الأوضاع المتفجرة التي تعيشها المنطقة. المحور الثالث وهو محور العلاقات الإقليمية، المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية تحركت على هذا المحور سواء مع الباكستان أو مع تركيا أو مع غيرها من دول الإقليم. هنا المحور الرابع وهو الأهم، وفي هذا المحور تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس التي ينظر إليها بأهمية بالغة، لأن المملكة العربية السعودية من خلال هذه الزيارة ومن خلال الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا الحقيقة تفتح أفق العلاقات المملكة مع المحيط الدولي وأيضا المحيط العالمي، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي تعرف الدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه الزيارة تأتي لتناقش قضايا متفجرة وينظر إليها بأهمية بالغة، كونها سوف تؤسس ربما لتفاهم سعودي أوروبي. كما تعلم أن لفرنسا أهمية بالغة في إطار الاتحاد الأوروبي، وهي تعتمد على ما تم بناؤه تاريخيا من علاقات ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا سواء في المجال العسكري أو في المجال الاقتصادي أو في التفاهم على المجالات السياسية في هذا المجال. من حيث انتهيت الحديث عن نقاط عديدة دكتور رامي، أعود بالحديث إلى دكتور عادل.